لو الحكاية فيها إن فيتو. كلمنا عن أبرز المشكلات اللي بتواجه قطاع توظيف العمالة بالخارج. أنا بعتبر من أبرز المشكلات اللي بتواجه الشركات المصرية العاملة في مجال التوظيف بالخارج إن الجهات المسؤولة المصرية أو الحكومة المصرية لا تعلم قيمة الشركات. تمام. وقيمة تأثيرها في الداخل القومي المصري. دي أول نقطة. ما فيش اهتمام عالي إلا من جهة واحدة اللي هي الجهة الرقابية وزارة القوى العاملة. تمام. إنما الشركات المصرية من الواجب النظر لها بقوة من قبل الدولة. ما أعتقدش إن الدولة في مصر بتتجاهل قناة السويس. تمام. محدش يقدر يقول كده ولا حد هيقدر يعمل كده. شركات التوظيف المصرية بتقوم بعمل قومي مصري أقوى بكتير جدا من قناة السويس المصرية اللي بنفتخر كلنا بإيه؟ بوجودها في مصر. الشركات المصرية أول عمل بتقوم به إنها بتوظف لا يقل سنويا عن 50,000 من 50 ل 100,000 مصري بالخارج. تمام. أوكي. ال100,000 مصري دول بيقوموا بخمس ست حاجات قوة لمصر. نمرة واحد، أول حاجة خالص الناس دي بتسافر من هنا تروح بره. تمام. فبتخف عن وزارة الصحة بالنسبة للعلاج وما أدراك كاهل كبير جدا. بتخف عن الطرق وما أدراك السيارات بتاعهم والتحركات بتاعهم بتبقى في دولة تانية فبتخف عن المصريين. تمام. النقطة الثالثة بتترك مجال لوظيفة لواحد عاطل في مصر متوظف في نفس مكان الراجل اللي سافر ده. نمرة 4 بيكون سفير لمصر لما بروح يشتغل واجتهد ويبقى بني آدم كويس يقولك والله ده مصري. تمام. نمرة 5 بيجيب عملة صعبة يحطها في البلد دي بدون أي تكلفة على الدولة. يعني ما بنفتحلوش مصنع نتكلف فيه الشيء الفلاني ونقوله تعال اشتغل. صح؟ صحيح. لا، ده هو اللي بيسافر بنفسه بشنطته بشنطه الروم يعني. حتى بيشتري هناك الملابس بتاعته، بيشتري العلاج بتاعه، بيشتري كل شيء. تمام. فبيحول عمله صعبه، يعني ماكينه بتصنع لنا عمله صعبه بدون مصروفات. بدون استثمار. الدخل القومي المصري قناة السويس اعتقد يعني على ما اسمع ولا علم ان راجل غير متخصص بتعمل لها 5 مليار في السنه. صحيح. اسمع ان العاملين المصريين بيجيبوا 19 مليار في سنه من السنوات. فبالتالي هم اقوى واعلى دخل. لو اهتمينا بهذا المجال واهتمينا بالشركات اللي بتتعب عشان بتروح تقابل يعني اصحاب اعمال بره وتجتمع معاهم وتتكلم معاهم عن مزايا العمل المصريه وعن مميزاتهم على اساس ان الناس دي تيجي تاخد عمالة بتاعها من مصر، فده شيء يجب الدوله من اعلى الهرم للقاعده تهتم بهذا الامر. ايه التسهيلات اللي ممكن فعلا تقوم بيها الدوله فعلا يعني في النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي؟ يعني اول نقطه بسيطه قوي، انا بستغرب الدوله تاخد ضرائب من الشركات على عمل خدمي بتعمله للدوله. يعني انا مذهول. دوله يعني مثلا انت لما الدوله لما بتستورد سلع من بره غذائيه ما بتحطش عليها جمارك. صحيح. انت واخد بال حضرتك؟ فده انا بعمل خدمه للدوله، انا بصدر واحد يجيب لي فلوس. تمام. بصدر نفر يجيب لي فلوس على طول. فهل من الواقع او من الخدمه اللي تقدمها الدوله لهذه الشركات انها تقوم تاخد ضرائب منها؟ بتاع ايه؟ بتشجعها كده يعني؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه والمهمه جدا ان الشركات المصريه تعاني من مثل مشكله تسهيل زي مشكله جاميكا اللي هي المتخصصه في عمل الكشوفات الطبيه وكل المشاكل، ودولتنا لا تتحرك معانا في حل اي مشكله من هذه المشاكل الصعبه جدا لان احنا بنتعامل مع جهات اجنبيه. تمام. ان كانت الدوله مش هتتحرك معانا زي ما احنا هنتعامل ازاي؟ العلاقات الشخصيه، انا بحاول استخدم العلاقات الشخصيه. فللاسف مفيش تعاون من الجهات المسؤوله في هذا الامر. تمام.